إلى رام الله. معي من هناك أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي. أهلا وسهلا بك دكتور مصطفى، كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم. وأنتم بألف خير وكل الأمة العربية بخير إن شاء الله. شكرا جزيلا سيدي. نتحدث عن انعكاسات الأزمة الداخلية الإسرائيلية على أوضاع الفلسطينيين، يعني الأوضاع لا تبشر بخير كما نتابع، كما نشاهد هناك حصار، هناك اقتحامات للمسجد الأقصى، هناك حرق من قبل المستوطنين لبيوت الفلسطينيين وممتلكاتهم، هناك اعتقالات شبه يومية، حدث ولا حرج عن حجم هذه المأساة خاصة في شهر رمضان المبارك. كيف حال فلسطين اليوم سيدي؟ فلسطين تواجه عدو خطر جدا، تواجه ليس فقط الحكومة العنصرية الأكثر تطرفا في تاريخ المنطقة، بل تواجه أيضا حكومة فاشية بالمعنى الحرفي للكلمة، فيها فاشيون متعصبون مجرمون من أمثال سموتريتش وبن غفير، وتواجه حكومة تعلن على رؤوس الأشهاد أن هدفها هو ضم الضفة الغربية بكاملها ومنع قيام أي دولة فلسطينية، تعلن أنها تنوي الاستيطان في كل أنحاء فلسطين، في كل أنحاء الضفة الغربية، وتعلن أن هذه الأرض، أرض فلسطين التاريخية بكاملها، هي حكر لليهود فقط وحق تقرير المصير فيها لليهود فقط. هذا طبعا يترافق مع عنف وإجرام بدون حدود منذ بداية هذا العام، يعني خلال أقل من 3 أشهر قتل جيش الاحتلال 90 شهيدا فلسطينيا ومنهم 17 طفلا ومنهم امرأة مسنة، لا يتورعون عن اغتيال المدنيين. أنتم رأيتم ما فعلوا بحوارة، حيث قاموا بحرق البيوت وحرق المركبات والاعتداء على المحلات التجارية. أمس كانت أن تحدث كارثة أخرى، لولا رحمة الله لفقدنا عائلة من 4 أطفال ووالدهم وأمهم كانوا معرضين للاحتراق بالكامل بسبب اعتداءات المستوطنين. نحن نواجه الفاشية، نواجه التمييز العنصري، نواجه ليس فقط احتلال الأطول في التاريخ الحديث، بل احتلال تحول إلى نظام أبرتايد عنصري أسوأ مما كان في جنوب أفريقيا. ولكن بالمقابل الشعب الفلسطيني مصمم على الصمود والبقاء والثبات والمقاومة، وإسرائيل تفشل في كسر هذه المقاومة وتفشل في كسر إرادة الشعب الفلسطيني. بل اليوم المنظومة الإسرائيلية برمتها تدخل في أزمة داخلية عميقة انفجرت بشكل شامل، تواجه عصيان مدني داخلي، رغم أنه الحكومة الإسرائيلية والمعارضة الإسرائيلية لا تختلفان على قمع الشعب الفلسطيني، إلا أن ما يحدث في إسرائيل من انفجار داخلي هو دليل على عمق الأزمة التي سببها استمرار الاحتلال واستمرار هذا التنكيل بالشعب الفلسطيني المصمم على الصمود والبقاء. ونحن نرى أن شعبنا يناضل ويكافح ليس فقط دفاعا عن نفسه وعن قضيته ولمستقبل مستقبله، بل دفاعا عن الأمة العربية والإسلامية جمعاء. نحن نكافح في القدس وفي محيط القدس دفاعا عن المسجد الأقصى ودفاعا عن كنيسة القيامة ودفاعا عن كل المقدسات الإسلامية والمسيحية في وجه هجمة صهيونية بربرية تحاول أن تلغي الوجود العربي والوجود الإسلامي والوجود الفلسطيني. هل تعتقد دكتور مصطفى بأنه الأزمة الداخلية الإسرائيلية أو إن صح التعبير الكيان المحتل سوف يصدر هذه الأزمة إلى الخارج أو إلى الفلسطينيين؟ بالتأكيد سيحاول أن يصدر هذه الأزمة. الآن نتنياهو يحاول أن يستوعب الهجوم عليه بعد أن اضطر للتراجع عن الإصلاحات القضائية، تأجيلها وليس إلغائها طبعا. نعم، تراجع حتى يضمن بقاءه في الحكم. هذا الرجل لا يفكر إلا في نفسه ويفكر طوال الوقت كيف يبقى رئيسا للوزراء حتى لا يحاكم ويزج به في السجن، وهو متهم ب4 قضايا فساد كبرى. لذلك تراجع الآن، ولكن هذا التراجع لا يعني أنه ألغى التعديلات القضائية. هو يلعب مع الأحزاب الفاشية الأخرى التي يتحالف معها، ولكن بالتأكيد ستحول هذه الحكومة الفاشية جزء كبير من أزمتها إلى الهجوم على الفلسطينيين. هذا نحن نتوقعه، ونتوقع تصعيدا خطيرا، خاصة أن سموتريتش هو المسؤول الآن عن الضفة الغربية في عرف نتنياهو،
وبن كبير الذي من شدة تطرفه حتى لم يسمح له بأن يحكم أو أن يكون في أن يخدم في الجيش الإسرائيلي. عذرا على المقاطعة، يقال بأنه سوف يقدم استقالته بالاتفاق مع نتنياهو. مين؟ بن كبير؟ بن كبير، نعم. لا أعتقد ذلك، لا أظن أنه سيفعل ذلك. بن كبير مستمر، وبن كبير هو الآن وزير الأمن الداخلي، نعم، وهو المسؤول عن الشرطة وعن حرس الحدود وعما يجري في المسجد الأقصى، وأخطر الأمور أنه مسؤول عن السجون حيث يحتجز الأسرى والأسيرات الفلسطينيين. لذلك نحن نتحدث عن حكومة فاشية بالمعنى الحرفي للكلمة. دعيني إذا سمحت لي أذكر للمستمعين والمستمعات ما قاله سموتريتش في تعريفه للسياسة الإسرائيلية. قال أن علينا أن نملأ الضفة الغربية بالمستوطنات والمستعمرين المستوطنين حتى ييأس الفلسطينيون من إمكانية وجود دولة لهم، وعندها يكون أمام الفلسطينيين واحدا من ثلاثة خيارات: إما أن يرحلوا أو يرضخوا للفاشية الإسرائيلية وللحكم الإسرائيلي برضوخا كاملا، أو يقتلوا. هذا ما قاله بن سموتريتش الذي هو الآن وزير المالية ووزير في جيش الاحتلال ووزير في وزارة جيش الاحتلال مسؤولا عن الضفة الغربية. يعني الحديث عن إبادة جماعية وعقاب جماعي، هذا ما أفهمه من كلامك. لو استطاع سينفذ إبادة جماعية طبعا، ولكن اليوم نحن لسنا في عام 48، وما يجنن أو يقلق أو يصيب الحركة الصهيونية بالذعر كل يوم أن عدد الفلسطينيين المقيمين على أرض فلسطين التاريخية رغم النكبة ورغم تهجير حوالي 6.5 مليون فلسطيني في الخارج اليوم، رغم ذلك عددنا اليوم على أرض فلسطين التاريخية بما في ذلك الداخل والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس أكثر من عدد اليهود الإسرائيليين، وهذا يصيبهم بالجنون. ونحن باقون وصامدون ولن نتزحزح مهما كان الثمن. يعني الفلسطيني اليوم أدرك أمرين: أنه من الأفضل أن يموت ولا يغادر وطنه ويتعرض للمهانة مرة أخرى، وثانيا اليوم جيل بكامله من الشباب الفلسطيني يدرك أن الحل هو المقاومة والكفاح. تعلم من تجربة الأجيال السابقة ومما يشاهد من جيش الاحتلال وحكومة إسرائيل الفاشية، تعلم أنه ما حك جلدك مثل ظفرك، وأن علينا أن لا ننتظر مساعدة آخرين بل أن نعتمد على أنفسنا وأن نقاوم هذا الاحتلال بكل ما لدينا. بمعنى آخر، الشعب الفلسطيني بأسره يدرك اليوم أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، ولن تردع هذه المنظومة الفاشية إلا بمقاومتها على الأرض وبالمطالبة بفرض العقوبات والمقاطعة الشاملة عليها عربيا ودوليا. يعني نتساءل دكتور، ما فائدة القمم المؤتمرات التي تعقد إن كانت في العقبة ومن ثم شرم الشيخ، رغم أنه المبعوث الأممي في هذه المؤتمرات قال أو أقر بصعوبة احتواء التصعيد الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ هذه القمم لم تفيد إلا إسرائيل، واستخدمت من قبل إسرائيل غطاء لجرائمها، والولايات المتحدة اندفعت في اتجاه هذه القمم لأنها تريد أن تحصل على تهدئة دون أن تقوم بلجم إسرائيل أو أن تقوم بأي ضغط على إسرائيل لوقف عدوانيتها. قمة العقبة بعد انعقادها لم تقر إلا بشيء واحد: أن توقف إسرائيل التخطيط لمستعمرات جديدة. يعني ما أقرته من مستعمرات، وهي أقرت 13 مستعمرة جديدة وهذا أمر غير مسبوق منذ عقود، وعشر ألاف وحدة استيطانية استمرت في بنائها كأنه ذلك مشروع، ولكن حتى عملية وقف التخطيط لأربعة شهور فقط رفضتها الحكومة الإسرائيلية. خرج سموتريتش وقال: أنا أحكم الضفة الغربية وأنا أقرر ولن أسمح بتخفيف حتى التخطيط للاستيطان. خرج نتنياهو وقال: الاستيطان مستمر دون أي قيود. وخرج بن كبير وقال جملته المشهورة: ما حدث في العقبة يبقى في العقبة. بعد ذلك جاء شرم الشيخ، تعهد الإسرائيليون بأن لا يجتاحوا المدن الفلسطينية، فرأيناهم يجتاحوا جنين، ورأيناهم يجتاحوا حوارة، ورأيناهم يجتاحوا حتى مدينة رام الله، وقاموا بمجزرة جديدة في مخيم جنين. ورأينا سموتريتش يخرج في نفس يوم انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، ولا أحد يقول لنا أن سموتريتش غير مهم. سموتريتش أهم ثاني وزير في هذه الحكومة الإسرائيلية.
خرج ليقول أثناء انعقاد مؤتمر شرم الشيخ أنه لا وجود للشعب الفلسطيني، ووقف خلف خارطة إسرائيل الكبرى التي تضم كل فلسطين وكل الأردن وأجزاء من سوريا والمملكة العربية السعودية. هذه هي إسرائيل التي نتعامل معها. بالتالي اجتماع شرم الشيخ واجتماع العقبة لم يفد بشيء، وبرأينا نحن أن السلطة الفلسطينية أخطأت بالذهاب إلى هذين الاجتماعين. واليوم عندما تكون حكومة إسرائيل في هذه الورطة الكبيرة وتواجه عزلة دولية وتواجه عزلة داخلية، يجب مقاطعتها وليس اللقاء معها. شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، كنت معنا من رام الله. شكرا أكيد للحديث، بقية كل عام وأنتم بألف خير.